وهو جل وعلا هو الخالق عز وجل وصفاته كذاته فإذا كانت ذاته ليست مخلوقة وهذا يقرون به فكذلك صفاته لأنه لا يمكن أن تنفك الصفات عن الذات لا يمكن أن تقول إن هناك ذاتا مجردة عن الصفات أتحدى أن يأتي شخص ويقول إن هناك شيئا هو ذات ليس له صفة كل شيء له صفة بما أنه موجود فله صفة هذا الجهاز له صفة هذا المكبر له صفة هذه الساعة لها صفة هذه المروحة لها صفة هذه السماعة لها صفة هذا الكتاب له صفة